بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم سنتحدث عن التحذير من فتن إبليس ومكائده. لما خلق الله تعالى الإنسان ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه، ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه، وأعطاه العقل كالمؤذب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب، وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه. فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله تعالى بالحذر منه وعدم اتباعه. فقال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى في سورة النساء: يريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. وقال سبحانه في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى في سورة القصص: إنه عدو مضل مبين. إذن الشيطان عدو مبين يعمل بجد ولا يفطر ولا يمل ولا يكل، حتى قال رجل للحسن البصري رحمه الله: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. وقال تعالى في سورة فاطر الآية 6: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى في سورة لقمان: ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى في سورة ياسين الآية 6: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لهذا كله لا بد من معرفة أن إبليس شغله الشاغل وهو التلبيس، ومعنى التلبيس هو إظهار الباطل في صورة الحق واعتقاد الفساد صحيحا والرذي جيدا. وأول تلبيس وقع في تاريخ المخلوقات كان تلبيس إبليس على نفسه حين التبس عليه الأمر فأعرض عن النص الصريح على السجود، فأخذ يفاضل بين الأصول فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، سورة صاد. ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم سبحانه فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، سورة الإسراء. والمعنى: أخبرني لما كرمته علي. وهذا اعتراض على الله عز وجل، كأنه يقول أن الذي فعلته ليس بحكمة. ثم أسبع ذلك كله بالكبر فقال: أنا خير منه، سورة الصاد. ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التي أراد تعظيمها باللعنة والعقاب. فمتى سول الإنسان أمرا فينبغي للإنسان أن يحذر منه أشد الحذر، لأن الذي لا يستطيع نصح نفسه لا يستطيع نصح غيره، فكيف بنصيحة عدو مبين لا غرض له إلا تدمير الإنسان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، إن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتت الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهلي الأرض فمقتهم، أي بغضهم بغضا شديدا.
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أخرج الإمام مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، أو قال: فيلتزمه ويقول: نعم أنت. روى الإمام مسلم. فهذا إبليس يبعث سراياه لفتنة الناس والتحريش بينهم وزرع الفتنة بينهم. قال حسن بن صالح رحمه الله: إن الشيطان ليفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه قال: إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، خرج الإمام مسلم والترمذي. والتحريش بين المصلين معناه زرع الخصومات والمشاحنات بينهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه قال: إن الشيطان واضع خاتمه، أي أنفه أو مقدمته، على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي الله التقم قلبه. وخنس بمعنى توارى واختفى. لذلك قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومعنى كذلك أنه يتأخر عن القلب كلما ذكر الله عز وجل. الذي يوسوس في صدور الناس، أي يوسوس في قلوبهم إذا غافلوا عن ذكر الله. من الجنة والناس، أي قد يكون الموسوس جنيا وقد يكون إنسيا. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، سورة المجادلة. أي استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله تعالى. والحل هنا هو ذكر الله، كما قال تعالى في سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. وقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سورة الأعراف. ثم نذكر نموذجا للمؤمن الذي يذكر الله عز وجل ويخالف الشيطان في كيده وفنه. فقد قال ثابت البناني رحمه الله: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال يحيى: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيد بهن ابن آدم. قال: فهل لي فيها من شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن الذكر. قال: هل غير ذلك؟ قال: لا والله. قال: لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا. قال إبليس: ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا. وعن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه قال: بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه، إذ أقبل عليه إبليس وعليه برنس له يتلون فيه ألوانا، فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه، ثم أتاه وقال له: السلام عليك يا موسى. فقال له موسى عليه السلام: من أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: فلا حياك الله، ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله تعالى ومكانك منه. قال: فما الذي رأيته عليك؟ قال به أختطف قلوب بني آدم. قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه. وأحذرك ثلاثا: لا تخلون بامرأة لا تحل لك قط، فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها. ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به، فإنه ما عاهد الله
أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به. ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها، فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين إخراجها. ثم ولى وهو يقول يا ويله ثلاثا علم موسى ما يحذر به بني آدم. قال الحسن بن صالح سمعت أن الشيطان قال للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ، وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجاتي. ثم نذكر نموذجا للإنسان الذي استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله عز وجل. سمع عمرو بن دينار أن عروة بن عامر سمع عبيد بن رفاعة يبلغه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فخلقها وألقى في قلب قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب، فأتوا بها الراهب فأبى أن يقبلها فما زالوا به حتى قبلها فكانت عنده، فأتاه الشيطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبلها، ثم أتاه فقال له الآن تفتضح ياتيك أهلها فاقتلها فإن أتوك فقل ماتت، فقتلها ودفنها، فأتى الشيطان أهلها فوسوس لهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها، فآتاه أهلها يسألونه عنها فقال ماتت فأخذوه، فآتاه الشيطان فقال أنا الذي ضربتها وخنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها وأنا الذي أوقعتك في هذا، فأطعني تنجو، أسجد لي سجدتين، فسجد له سجدتين. فهو الذي قال عز وجل فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، سورة الحشر. فهذا الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. إن كيد الشيطان ضعيف ولكن يتقوى إذا وجد منا الحليف. قال بعض السلف رأيت الشيطان فقال لي كنت ألقى الناس فأعلمهم فصرت ألقاهم فأتعلم منهم. من أطاع الشيطان لا ينفعه بل يضره، ومن عصاه نجا ولا يتضرر بمخالفته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللجميع المسلمين.